شباب كوادر دار والداي، نحني رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ لترقيته لدرجة مشير التي جاءت على جهده في المستوى الوطني والمستوى العالمي. ونطلب من كل الشباب وشباب دار والداي خاصة أن يقفوا مع رئيس الجمهورية ليحقق برنامجه الوطني للتنمية والأمن. ونؤكد دعمنا لرئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو في كل الأنشطة السياسية المدنية والأمنية. 4 مرشحين لقيادة الغرفة التجارية والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية بوداي، لكن قبل انطلاقة عملية الانتخابات قد انسحب مرشحين من المنافسة. 159 ناخب يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحهم حسب الإجراءات القانونية، وعليه فقد بدأت عملية التصويت منذ 8 صباحا. وحسب رئيس البعثة الوطنية حسين بركي محمد أكد أن الانتخابات تسير على جو يسوده الهدوء، وبعد انتهاء عملية التصويت من قبل الناخبين عند 4 مساء جاءت عملية فرز الأصوات من قبل لجنة التحكيم، حيث انتظر الجميع اللحظة الحاسمة وأمام أعين الجميع فرزت الأصوات، فإن المرشح الدديدان فاز بنتيجة كاسحة ب90% على منافسه عمر قلماي، أي بمعنى 133 صوتا لصالح الدديدان من أصل 150 صوتا. وبعد إعلان النتيجة عبر لنا المرشح الفائز الدديدان عن شعوره. وأول خطوة مع رجال الأعمال علينا نمشي السودان نهل مشاكل السودان دواعي. ثانيا كل الأخوان اللي يقفوا معي والألمان يقفوا معي كل ناسي. هذا ولتذكير فإن فترة الرئاسة للغرفة التجارية تمدد 4 سنوات. تعتبر غرفة التجارة هي مؤسسة خدمية تهدف إلى نوع من التضامن التجاري، ونسبة لهذه الأهمية القصوى لتعزيز النطاق التجاري بالبلاد، قامت القنصلية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والتعدين دور العام 2020 بتنظيم حملات انتخابية بمختلف الولايات بهدف تكوين أطر تجاري بكافة الولايات يخلق اقتصاد محلي قوي وتنمية المجتمع وطرح خطط أفضل للتجارة والتواصل مع الحكومات للبحث حول المصلحة العامة. فولاية سيلا واحدة من ضمن الولايات التي شهدت إجراء انتخاب قاده الفاعلون الاقتصاديون بالولاية، حيث جرت الانتخابات بحضور محافظ محافظة التيميتي آدم حسن فودة ومسؤول البعثة الانتخابية لقنصلية غرفة التجارة والصناعة والزراعة والتعدين بشاد عبد الله جبرو. كان عدد المسجلين في السجل الانتخابي 24 ناخبا، ف21 منهم أدلوا بأصواتهم، وهناك بطاقة ملغية وسجل 2 منهم غيابا، وبهذا العدد قد جددت الثقة مرة أخرى للرئيس السابق للغرفة بولاية سيلا إدريس يوسف حسبلة الذي أعرب عن فرحته بهذا الفوز وتجديد الثقة الكاملة له مرة أخرى. هذا وتجدر الإشارة بأن عملية الانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، ولغرفة التجارة والصناعة بولاية سيلا رؤى مستقبلية طموحة ترفأ بعجلة التنمية ونهضة البلاد الاقتصادية والمنطقة بصفة خاصة. لمواصلة نشاطات الحملات التوعوية لمكافحة فيروس كورونا، قام محافظ مقاطعة الشاري عمر أمبركوتو بإطلاق حملة توعوية لصالح سكان مركز داري كندل. وبهذه المناسبة تداخل بعض من المسؤولين بالمنطقة بكلمة ذكروا فيها الجميع بتداعيات هذا الوباء الخطير وأهمية احترام الإجراءات الاحترازية الضرورية التي فرضتها الحكومة لمكافحة الوباء. بالنسبة لمرض حنا كوفيد إخوان، يعني الناس صح ماشيين في تحسن، لكن ما يقولوا المرض ده انتهى لسه. عنينا المرض لسه صح فينا ماشيين في تحسن، لكن لسه القرارات الحكومة شالها يا جماعة خلينا نطبقوها.
في مستحل حديثه محافظ مقاطعة شاري عمر مبركوتو شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية المفروضة، مناشدا مسؤولي المنطقة على تحمل المسؤولية من أجل مساندة الحكومة في كفاحها ضد المرض. كما قام المحافظ مبركوتو بزيارة إلى ثانوية مركز داري كندل بهدف توزيع الكمامات للتلاميذ وحثهم على احترام التدابير الوقائية لمنع تفشي الوباء في الوسط المدرسي. مساندة لجهود الحكومة الرامية إلى تحسين الأوضاع الصحية للسكان جراء انتشار كوفيد-19، قدمت الشركة الوطنية للمحروقات البترولية SHT معدات تتمثل في مجموعة من أدوات الغسيل وعشرة كرتونات من الصابون، إضافة إلى كميات كبيرة من المياه المعقمة والكمامات. وسلم هذه المعدات مدير الشركة للمحروقات البترولية باعتباره مدير حقل صديقي للنفط والغاز بيوم ميشيل، سلم هذه المعدات رسميا للأمين العام بمعهد البترول في مدينة ماو. وتحدث بيوم ميشيل بمهام الشركة تجاه المؤسسات البترولية، كما أنها تسعى لمواجهة الفيروس وفق مبادئ الحكومة، وأوضح للطلاب بأهمية العلم وبذل المزيد من الجهود لترقية وتطوير القطاع البترولي في تشاد. وبعد استلامه المعدات، ورؤى بأجي الأمين العام لمعهد البترول بماو أعرب عن فرحته قائلا بأن المعهد يحتاج مثل هذه المساعدات وأنها جاءت في الوقت المناسب، وسيتم استعمال المساعدات لصالح الطلاب. ومن جانبه والي ولاية كانم حسن تراب شكر مسؤولي البترول على جهودهم لدعم الطلاب لأنهم رجال القد ومستقبل الدولة، فلذلك قدمت الشركة لصالحهم هذه المعدات. وطلب الوالي من الطلاب القيام بالتوعية ضد هذه الجائحة الخطيرة. إن ما قامت به الشركة الوطنية للمحروقات يعتبر دعامة لجهود الحكومة، وينبغي على الشركات الوطنية الأخرى أن تحذو حذوها. لمساندة جهود الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا، قام الاتحاد الوطني للمنظمات الفنية والثقافية بحملة توعوية مصحوبة بتقديم كمية من الكمامات كإجراء وقائي لحماية سكان مركز إداري ماني بمقاطعة هراز البيار في ولاية حجر الميزة. وقد استلم هذه الكمامات رئيس مركز إداري ماني يوسف إبراهيم مكو، الذي عبد سعادته على بادرة الاتحاد الوطني للمنظمات الفنية والثقافية في تشاد، ووصفها بالنبيلة والخطوة المعبرة بالروح الوطنية وتعزيز مساعي الحكومة بغية الحد من الإصابة، مناشدا الشباب والجمعيات النسائية بالمنطقة كل للقيام بدورهم المنول لتوزيع الكمامات لمستحقيها. بينما قال منسق الاتحاد الوطني للمنظمات الفنية والثقافية في تشاد إن استخدام هذه الكمامات الوقائية هو الضامن الأساسي لمن يتفشى كوفيد-19، مشيرا إلى أن تراجع الوباء في البلاد في الآونة الأخيرة لا يعني استئصاله، ولكن ذلك نتيجة للرغبة التي تبنتها الحكومة للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.